تفتكر يا فندم مين اللي عملها؟ كل الشهود بيقولوا انهم شافوا حربي وزين وهم داخلين عند انشراح ودعاء ودنيا، وسمعوهم وهم بيتخانقوا خناقه كبيره، بعد كده خرجوا ومحدش شاف حاجه. ممكن واحد منهم يكون رجع بالليل وهو اللي نفذ الجريمه. طب ليه سعادتك؟ دول كانوا زي السمنه على العسل. وبعدين امبارح كانت خطوبه زين على دعاء. ما تسالنيش يا رؤوف، احنا لازم نوصل للعيلين دول باسرع وقت ممكن ونحقق معاهم عشان نوصل للحقيقه. انا بيتهيالي الموضوع مش هيخرج عن واحد من الاثنين، يا زين يا حربي، وانا برجح ان حربي يكون هو القاتل. عن اذنك دي واحده يا رؤوف. خير يا كيمو. حربي عايزك يا باشا. حربي؟ هو فين؟ تعال معايا سعادتك وانا احضر لك. رؤوف! لا باشا، بعد اذن معاليك، هو عايزك لوحدك. ده شرطه. تحت امرك يا فندم. باشر التحيات قبل ما اجي لك، انا مش هتاخر عليك. يلا. عيشة حربي يا باشا. انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا باشا، لحد كده انا عملت اللي عليا، اللي جاي بتاعك انت. سلام يا باشا. سلام يا كيمو. طلبت تقابلني ليه يا حربي؟ عايز تسلم نفسك؟ اسلم نفسي ليه يا باشا؟ عشان قتلت انشراح ودنيا والشغالة اللي كانت معاهم في البيت. لا يا باشا، أنا ما قتلتش حد. أمال مين اللي قتلهم؟ زين؟ ولا زين يا باشا. اللي قتل المعلمة انشراح ودنيا والبنت سهرة هو اللي خطف دعاء وزين وأختك الأنسة أماني. أماني أختي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أيوه يا باشا. اللي قتل المعلمة انشراح ودنيا والبنت سهرة هم اللي خطفوا زين ودعاء وأختك الأنسة أماني. أماني أختي دخلها إيه بالقذارة بتاعتك دي يا حيوان؟ ملهاش دخل يا باشا، ملهاش دخل، هما قاصدين أنا مش قاصدينها هي. هما مين اللي قاصدينك؟ أنا مش فاهم أي حاجة. بركة. اتفضل يا باشا. إيه ده؟ الظرف ده في الورق اللي تسبب في كل الجرائم اللي حصلت وخطف أختك الأنسة أماني. ما جاش ايه؟ هيلعب بينا الواد ده ولا ايه؟ لا هيجي يا باشا، اكيد هيجي. حربي ده انا عارفه كويس، صاحب صاحبه قوي، مستعد يرمي نفسه في النار عشان صحابه، وخصوصا يعني لو فيهم اماني. ما المشاعر الخايبه العبيطه دي هي اللي بتجيب الناس لورا. بس على الله توقعاتك تطلع صح يا صلاح. يا باشا حربي ده صنعه ايدي، أنا اللي عجن وخبزه بإيديا دولي، واللي رب خير من اللي اشترى. هتشوف سعادتك دلوقتي لما يجي لحد عندك بنفسه ويسلمك الورد. أنت جبت الورق ده منين وإزاي؟ مش مهم جبته منين وإزاي، المهم دلوقتي إن إحنا لازم ننقذهم بأي شكل وبأي ثمن. يا حربي، أنا مستعد أروح للناس دي بنفسي وأديهم الورق عشان يسيبوا زين ودعاء وأمان. لا يا بركة، هم مش عايزينك أنت، هم عايزين أنا. بس خد بالك على الظابط، الورق ده لو وقع في ايدين الباشا هيخلص على الكل، مش هيفوت حد منيهم. انا خبزه زين. انا تحت امرك يا باشا. انت عارف ان الورق ده يدينك زي ما يدين السيوفي بالظبط ويخسرك كل حاجه؟ عارف. وعارف السيوفي ممكن يعمل فيك ايه؟ عارف. ورغم كده مستعد تساعدنا ان احنا نقبض عليه؟ ايوه. طب ممكن اعرف ليه انت مستعد تخسر كل اللي عملته في الشهور اللي فاتت ومستعد تخسر حياتك كمان؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ لأن يا باشا ببساطة مفيش عندي في الدنيا دي كلها حاجة أهم من إن أنقذ زين ودعاء وأختك الأنسة أمان. صاحبك اتأخر أوي، الشمس راحت والليل دخل وهو لسه ما جاش. هيجي يا باشا، هيجي. اه يا عصام. حربي وصل. حربي على البوابه يا باشا لوحده.
شو قصة سعادتك يا باشا؟ خليهم يدخلوا جوه في الهول. فتشوه ودخلوا. استناني انت هنا صراحة. يلا رشا. أظن ده مفيش منه أي خطر. معاه. تأخرت شوية يا حبيبي. قلقتني عليك. معلش يا باشا. أصل مشواري طويل حبتين. أيمن، أرجع تعال بورا. تشرب حاجة حلو؟ طمني، أخبارك إيه؟ أنا تمام يا باشا، المهم سعادتك، أخبارك أنت إيه؟ أنا؟ أنا زعلان يا حربي، زعلان أوي، ومنك أنت بالذات، عارف ليه؟ لأن أنا عملت منكم بني آدمين وخليتكم في وضع ما كنتوش تحلموا بيه ابدا. كانت النتيجه ايه؟ انكم رديتوا لي الجميل بقله اصل ملهاش مثيل، وانا اللي قله اصله معايا انسفه. ليه بس كده يا باشا؟ ما كنا ماشيين كويس. وبعدين ما تنساش بقى يا باشا ان انت اللي كنت محتاج لنا، واستفدت من ورانا كتير، وكسبت من ورانا اكتر. ولا انت يا باشا حد كان ضربك على ايدك؟ صح، في دي عندك حق. محدش ضربني على ايدي، كانت غلطة بس ملحوقة، الغلط هيتصلح. التهديد يا باشا؟ لا لا لا، اعتبره تحديد مواقف. لكن لو ما نفذتش اللي انا عايزه منك مش هيبقى تهديد، هيبقى فعل. فين الورق؟ لا هو سعادتك فاكر ان انا هاجيلك لحد هنا ولوحدي ويكون معايا الورق؟ ده انا بقى غبي قوي. يعني انت ما جبتش الورق معاك؟ الورق موجود يا باشا في الحفظ والصور. اطمن على زين واماني ودعاء واشوفهم ويمشوا بالف سلامه من هنا، الورق يكون عندك في ثانيه. الله 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 الله، انت بتتشرط عليا يا سحربي. يا باشا انا لا بتشرط ولا حاجه، انا جاي اتفاهم مع سعادتك، واللي اوله شرط اخره نور. بين زين ودعاء واماني. سلمني الورق وانا اسلمهم لك. اشوفهم الاول واطمن عليهم. انت بتتحداني يا دي انت؟ انا يا باشا، انا مين عشان اتحدى سعادتك؟ كل ما في الموضوع بس ان انا بحدد مواقف، مش ده كلام سعادتك برضو؟ وبعدين يا باشا ما تنساش ان الورق اللي معايا ده ممكن يضيع كل القبهة والهيلمان اللي انت عايش فيه، ويضيعك في لحظة، ويدخلك لمؤاخذة السجن. بس انا بقى ممكن اخدمك خدمة العمر واجيب لك الورق بتاعك في مقابل خدمة بسيطة، نطمن على زين ودعاء وامان. خليه يشوفهم يا باشا، خليه يشوفهم، احنا مش هنخسر حاجة. ولو الورق ما جاش يبقى هو اللي خسر كل حاجة. صلاح، انت صلاح؟ انت اللي خنت وبعتني؟ اوعى تزعل يا حربي، دي لعبة. وصول اللعبة بتقول اللي تغلبه لعبه، والمصلحة قالت ان انا لازم ابقى جنب الباشا الكبير. مش معقول يعني هسيبه واقف جنبك؟ طب ليه يا صلاح؟ ليه؟ عشان انت نسيت اهم حاجه في اللعبه يا حربي، ان انا الاستاذ وانت التلميذ. وعيب قوي قوي ان الاستاذ يمشي ورا تلميذه، ولا ايه يا صاحبي؟ اخرس، اوعى تنطق الكلمه دي تاني على لسانك. انا ما يشرفنيش انك تكون صاحبي. يا واطي، مش وقت لوم وعتاب يا حربي، نخلص بس من اللي احنا فيه الاول وبعدين نقعد ونتكلم. ده اذا كان فيها بعدين يعني. مهاب، هات اماني وزين ودعاء. يا حربي واقف ليه؟
اقعد يا راجل اقعد. اقعد يا حرب، البيت بيتك. فكوهم وقتهم. ما قلت لك يا حرب ما تزعلش، دي لعبة. يوم ليك ويوم عليك، يوم في ايدك ويوم في ايد غيرك، المهم اللعبة تكمل للآخر. وبعدين ما تقلقش، احنا خلاص قربنا من الآخر اهو. هتدينا الورق وتاخد صحابك وتبقى اللعبة خلصت. ولا يا باشا سعادتك؟ تمام يا بحر، تمام. الجماعة بره يا باشا. كنت متأكدة انك هتيجي. ما تخافيش يا اماني ولا انت يا دعاء، كل حاجة هتبقى تمام. عامل ايه زين؟ خلاص حربي، خلاص طمنت على اصحابك. تالي كده بقى تبعت تجيب لي الورق، اظن ده من حقي دلوقتي. ايه ده يا حرب؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتخلص خالص، مالكش دعوة. يا واطي يا كلبي يا ابن الكلب. لا لو سلمتهم الورق يا حربي هيخلصوا مننا كلنا زي ما خلصوا من انشراح ودنيا. دول كلاب يا حربي ما عندهمش رحمه. لا استنى يا مهاب. لو حسك طلع مره تانيه انا هخلص على دعاء بتاعتك دي قدام عينيك ودلوقتي حال. وانت يا حربي تحب تشوف اصحابك وحبايبك هما بيتقتلوا واحد ورا التاني، ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه؟ اسمع كلام الباشا حربي، سيبك من زين، زين ده جعجع على الفاضي. انت ادرى واحد بيه دايما بحسبها غلط ومتهور، انما انت العاقل اللي بحسبها صح. انقذ نفسك وانقذ صحابك وابعت هات الورق. ماشي يا باشا ماشي، بس انا بقى ليا شرط. انت لسه ليك عدة شرط يا سي حربي؟ نسمعه يا باشا، نسمعه. طلباتك يا حربي. اول الورق ما يوصل على البوابة اماني وزين ودعاء يمشوا من هنا. انت بتحلم؟ خلاص يا باشا، يبقى مفيش ورقة بقى ولا حاجة، وعليا وعلى أعدائي. ما بلاش العند ده يا حربي. هو ده شرط يا باشا؟ أنا مش موافق، أنا قلت لأ يعني لأ. طب بعدين سعادتك يا باشا، حربي لو إحنا مشيناهم نضمن منين إنك ما تعملش حركة من إياهم دول؟ والله أنا موجود معاكم، ومش همشي من هنا غير لما تتأكدوا إن كل حاجة تمام، ولو حصل أي حاجة يا باشا تبقى تني. إيه رأي سعادتك يا باشا؟ ماشي يا سحر ماشي. لا يا حربي، انا مش همشي من هنا لو رجل على رجلك يا حربي. بطل فتوانه يا زين واسمع اللي بقولك عليه. ما انا طول عمري بسمع اللي بتقول عليه وبنفذه. المره دي انت اللي هتسمع كلامي يا حربي. لو اديتهم الورق هيخلصوا منك. مش مهم انا يا زين، المهم انت واماني ودعاء تبقوا بعيد، واسيبك لوحدك مش هيحصل ابدا يا حربي. احنا طول عمرنا مع بعض يا جدع، الحلوة والمرة سوا. هاجي دلوقتي واسيبك في الموت لوحدك مش هيحصل يا حبيبي. ويا نعيش سوا يا نموت سوا مش هسيبك ابدا يا صاحبي. ده ايه الليلة اللي انا فيها دي؟ ايه المسرحية السخيفة اللي انا بشوفها دي؟ انتوا ايه هتفضلوا طول الليل تحبوا ببعض؟ هتخلص ولا خلص عليهم؟ خلص يا باشا خلص. لا يا حربي لا،
دور تسجيل. جاهز يا فندم. ها يا حربي، هات الورقة وتعالى. اللي عملته ده عين العقل يا حربي، عين العقل يا حربي. اوعى توقف تسجيل. حاضر. رؤوف خليك جاهز، اماني ودعاء وزين اول ما يخرجوا هنهجم على طول. تمام تمام يا فندم. كله اجهز. يلا الكل ورايا. اتفضل يا باشا. ميرسي يا روجا. هو اللي هيجيب الورق ده هيجي امتى؟ 10 دقايق بالكتير يا باشا. 10 دقايق كتير برضه يا عم صلاح. قعده حلوه والعصير احلى. اشرب اشرب. لا مؤاخذه حربي، رشا ما عملتش حسابك في العصير. ما يجراش يا باشا ما يجراش. بس انا يا باشا لما مؤاخذه في سؤال كده هياكل دماغي ونفسي تجاوبني عليه. سؤالين ان شاء الله. المعلمة انشراح ودنيا قتلتهم ليه؟ اسأل نفسك، ما انت السبب. انا؟ ايوه. ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل. لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتصخ فيه، وزين زي المدب قال الكلام ده لعم صلاح، والكلام في الاخر وصلني. انا قعدت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق يا عند انشراح يا عند دنيا. لكن للاسف ما لقيناش الورق لا هنا ولا هنا. تقوم تقتلهم يا نعيم بيه؟ انا اقتل الدنيا بحالها في سبيل اني اوصل للورق ده. طب والبضاعه يا باشا؟ البودره اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنتر وهوب فجاه اختفت، مش همك يا رخره؟ لا انت ما دريتش يا عبقري، ما هو البركه في عبد صلاح، هو اللي دلنا على مكان البضاعه سقاره ورحنا جبناها. يعني البضاعه عندي دلوقتي تحت ايدي، يعني انتوا خلاص مش ماسكين عليا اي حاجه. وصباعكم اللي كنتوا عايزين تغزقوا بيها عيني بقى تحت درسي، اضغط عليه وقت ما انا عايز لحد ما قطعه كده. يبقى لف حبل المشنقه حوالين رقبته. ايوه يا رؤوف. ايوه يا فندم. الهدف وصل بوابه المزرعه. اول ما اماني ودعاء وزين يخرجوا زي ما قلت لك تهجم على طول، مفهوم؟ تمام يا فندم.